كان يجب ألا أتخلص من مندوسة وحده. كان يجب أن أفعل ذلك معك في اليوم التالي. كان يجب أن يكون مصيرك شبيها بمصير أولئك المكسيكيين الأغبياء. كان يجب أن تموت معهم، ولكن لا، كنت ضعيفة وعفوت عن حياتك، فأنت في آخر المطاف أخي، وظننت أنني مع الوقت سأسيطر عليك وأنك ستنتهي بتنفيذ ما أقول. لم تفعل ذلك. تأخرت 20 عاما كي أفعل ما كان يجب أن أفعله حينها إسكيل، أن أتسبب بوفاتك. كان ذلك متأخرا جدا. وجدت الوقت لكتابة تلك الوصية التي أصابت حياتي بالمرارة. حبيبتي، كنت هنا إذن؟ ما الذي يحدث؟ أبدا، كنت قلقا عليك. عندما وصلت أخبرتني السيرة أنك تشعرين بالتعب. عندك صداع؟ صحيح، لم أتخلص منه. لابد أنه بسبب حادثة أنطونيو. يمكنك أن تهدئي. تحدثت مع أليخاندرو تليفونيا وأخبرني أنهم نقلوا والده إلى غرفته وهو يتحسن بسرعة. هذا رائع. لويزا، يجب أن نمر لزيارته. فكرت اليوم بالذهاب ولم أجد وقتا. قررت أن أذهب إلى مكتب أنطونيو لأتكلم مع مونيك. كنت أريد إيضاح بعض الشكوك. أي شكوك؟ كارلوس، ستستمر بلعبة الشرطي؟ حبيبتي، هناك أمر هام لم يأخذه بالاعتبار. مفاتيح أنطونيو. ماذا حدث لها؟ بين المفاتيح التي ضاعت، لم يكن يحمل مفاتيح بيته فقط، بل كانت بينها مفاتيح مكتبه ومفاتيح طاولة مكتبه وأرشيفه الخاص. أي أن تلك العلاقة كانت تجمع كل المفاتيح؟ هذا يعني أن المجرمين يمكنهم الدخول حيث يشاؤون. في المكتب ليس هناك مشكلة، لأنه لا يحوي شيئا ذا قيمة سوى أوراق أنطونيو. أما المنزل فقد يحاولون سرقته. لهذا طلبت من مونيك أن تبدل كل الأقفال. وأنت لماذا تعطي الأوامر لسكرتيرة أنطونيو كارلوس؟ إلى متى ستستمر بالتدخل فيما لا يخصك؟ كفى حبيبتي. لا لا لا، لا تقل حبيبتي من فضلك. دعي الأمور على حالها، ولا تحاول أن تتبنى دور المفتش، فهذا سخيف كارلوس. مشكلة أنطونيو كانت اعتداء بسيطا، وعلى أي حال الشرطة بدأت تحقيقاتها. لهذا دعهم يطرحون الأسئلة بأنفسهم كي يحلوا هذا الموضوع إن استطاعوا. متأكد أن أحدا لم يتبعك؟ طبعا متأكد، كما أن هذا المكان الذي حصل عليه جوني هو رائع، لن يعثر علينا أحد. على كل، لن نبقى هنا طويلا. إن جرت الأمور كما أخطط سوف نسافر قريبا. وجيوبنا مليئة بالمال. انتباه، الشرطة تحيط بالمكان. اخرجوا من المبنى مرفوعي الأيدي. أكرر، اخرجوا من المبنى مرفوعي الأيدي، وعلى الفور افتحوا الباب ولا تقاوموا. المكان محاصر، لا فائدة من المقاومة. افتحوا الباب، افتحوا الباب. والآن ماذا سنفعل؟ هل نسلم أنفسنا؟ لن يمسكوا بنا. ماذا
هل تسمح؟ سترحل؟ ماذا تريد؟ أنا أريد الذهاب إلى الجامعة ولا أعرف متى سأعود. أريد منك أن تعتني بالأرنب. ليس لي مزاج بالأرانب الآن، فأنا مشغول. هل سترحل؟ ربما لبضعة أيام، سأتمتع بإجازة متأخرة. كيف متأخرة وقد أخذتها قبل فترة؟ اسمع، هذا الموضوع لا يخصك. هل تواجه مشكلة مع أمي؟ أي مشكلة تعني؟ أعني رحيلك المفاجئ هذا. أكلمها إن شئت. كف عن التفاهات هنري، أفضل ما تفعل هو الجلوس هنا وفمك مقفل. أردت أن أساعدك. إذن أتركني، أوكي؟ والآن احمل أرنبك من هنا. حسنا، من سيعتني به الآن؟ غوادالوبي لم تعتني به لأنها خرجت ولم تعد بعد. هل أعجبك؟ المكان أعجبني، والغداء كان شهيا. أتدري؟ لقد ذكرني بلوس أنجلس. كنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع أذهب إلى مطعم مكسيكي لأتناول الأنتوخيتوس والإنشيلاداس. حسنا، لم أخطئ على الأقل، بل أصبت. صحيح، لكنه مكلف، صح؟ لا أهمية لذلك، لقضاء لحظات لطيفة مع شخص هو غاية في اللطف لا قيمة لأي ثمن. القيمة هي للشخص الذي نجتمع به. شكرا. انتظري، لما أنت مستعجلة؟ ها؟ مهلا، انتظري انتظري. أي ورود تفضلين؟ البيضاء لأنها ترمز إليك طبعا. تعجبك؟ إنها جميلة. هذا لأنها تشبهك، فهي بسيطة جدا وعفيفة ولكن أيضا جميلة. والآن من الأفضل أن لا لا، انتظري، ما بك؟ ألم تقضي وقتا ممتعا معي؟ بلى كثيرا. كان أجمل أيام حياتي. إذن لا داعي لأن ينتهي بسرعة. علي أن أعود إلى البيت. أكف من فضلك غوادالوبي، افعلي فقط ما تشعرين به. ابقي معي. أن أبقى معك، ولكنني ألا ترغبين؟ ليس هكذا، ولكن عمتي لويزا. من فضلك، لما لا تنسين عمتك لويزا وتفكرين قليلا بنفسك؟ يجب ألا أفعل. ما الذي يجب ألا تفعليه؟ ها؟ لن نفعل شيئا سيئا. لا طبعا لا، ولكن ولكن ماذا؟ يمكن أن نقوم بجولة في السيارة وأن نمر بالشاطئ. تحبين الشاطئ؟ ها؟ نعم كثيرا. أترين؟ لنذهب إذن نجلس قليلا على الشاطئ، نتأمل البحر قليلا، وبعدها أوصلك إلى المنزل. أنا في الواقع أتمنى ذلك، ولكن لا أريد أن أواجه المشاكل مع عمتي لويزا. خرجت دون أن أتحدث معها وأطلب إذنا، والآن إذا وصلت أيضا متأخرة يوما آخر. غوادالوبي، ولكن أتصور أنك ربما فضلك. حسنا، لا بأس، ولكن بشرط واحد. ها؟ وهو لا تناديني سيدي.
بالنسبة لك أنا ألفريدو. اتفقنا؟ اتفقنا. حسنا، سأعيدك الآن إلى المنزل، لأني بالطبع لا أريدك أن تواجهي المشاكل بسببي مع لويزا. من؟ افتح في الحال جوني. لحظة. من تظن نفسك؟ تستطيع أن تهزأ بي؟ عفوا لا أفهم. لا تحاول التصنع أمامي، لأني أعرف جيدا ما تفكر به. لنرى، لماذا لا ترتدي ملابس السائق؟ لأنها تلوثت. كنت سترحل، أردت الرحيل عن المنزل دون إذن مني. لا لا سيدتي، هذا غير صحيح. لا تكذب جوني، هاري تحدث معي، ظنني أريد أن أطردك وتحدث معي لأبقيك في وظيفتك. مغفل، إلى أين تفكر بالوصول دون حمايتي أنا؟ لا أستطيع البقاء هنا سيدتي، أصبحت الأمور سيئة ولا أريد أن أدخل إلى السجن. لن تدخل السجن إلا إذا أردت أنا. متأسف سيدتي ولكن. أين حقيبتك؟ أين هي؟ ماذا؟ لا أريد أن أرى الحقيبة سيدتي. لا أريد أن أرى الحقيبة ولا محتوياتها. لن يرحل أحد من هنا دون أمر مني. لن يرحل أحد. سيدة لويزا من فضلك. سمعتني، إذا علمت أنك تحاول الرحيل دون إذن مني ستندم جوني، وتعرف تماما أني أنفذ تهديداتي. ألا تفهمين؟ موقفنا صعب سيدتي، لأن الشرطة بدأت إطلاق النار على رجالي. ماذا تقول؟ شاهدت الخبر في التلفزيون سيدتي. في هذه اللحظات الشرطة تحيط بالمكان الذي يختبئ فيه الرجلان وهم يتبادلون النار بكثافة. لا تتحرك. أبلغوا الإسعاف بسرعة وأنتم حاصروا المنزل، يجب أن نجد الهندي، مفهوم؟ كوتشيفيو، من دفع لك؟ أعرف أنها ليست مبادرة منك، اسمعني كوتشيفيو، تعلم أن كل شيء انتهى، الأمر لا يستحق العناء. من دفع لك؟ أخبرني، أسمعك، أخبرني، من دفع لك؟ من؟ من كوتشيفيو، من؟ يجب أن تتكلم كوتشيفيو، من يقف وراء كل ذلك؟ حاول أن تتكلم، سيكون أفضل لك كوتشيفيو. من؟ لويزا هي امرأة قوية، ولكنها في الأعماق مثل أي امرأة، حساسة وحنونة وتريد العيش الكريم لعائلتها. لا داعي لأن تقوم بالدعاية لها أمامي، فأنا أعرف جيدا عيوبها وفضائلها. فضائلها؟ وهل لديها؟ ديانيتا، كان الطعام شهيا لم أتذوق مثله من قبل. كما يقال إنهم هنا يحضرون أفضل جمبري في كل ميامي، صحيح حبيبتي؟ لا تقل حبيبتي. ديانا، يبدو ذلك غامضا بالنسبة لي. حتى صباح اليوم كنت بمزاج أفضل، ما الذي فعلته حتى تغيرت؟ لا شيء رودولفو، لا شيء، لم تفعل شيئا، ولنذهب من فضلك. رغباتك أوامر مادام. آه مادموزيل، سيل فو بلي لاديسيون، ميرسي بوكو. إلى أين تريد السيدة الذهاب؟
إلى منزلها. حبيبتي، لماذا كل هذا العناد؟ لماذا تنفين ما تشعرين به فعلا؟ لن تقضي العمر كله خائفة من الاعتراف بحبي. رودولفو، كم مرة تريد أن أقول إني لا أشعر بشيء نحوك؟ ربما هو إحساس صادق لكن لا أكثر. إحساس صادق وتحبينني ديانا، ولكنك هوائية أحيانا ومتمردة، ولهذا ترفضينني وتتحشينني، ثم ننتهي دائما سوية كما يحدث الآن. تمردين، ولكن في أعماق نفسك تعرفين جيدا أنني الوحيد الذي يمكنه إسعادك. شكرا على كل شيء سيدي، فعلا قضيت أوقاتا ممتعة. غوادالوبي، أين كنت؟ عمتي، كنت في المستشفى أزور السيد أنطونيو. ممن طلبت إذنا بالخروج من هذا المنزل؟ لقد طلبت من سيرة أن تخبرك يا عمتي، ألم تخبرك شيئا؟ بلى سيدتي، كنت هناك عندما أبلغتها. اسكتي أنت، لا تتدخلي بما لا يعنيك. عذرا سيدتي. حسنا، ماذا هناك؟ ماذا يحدث؟ لن أسمح بقلة الاحترام في منزلي كارلوس، لا أحد يخرج من هنا دون إذن مني. عمتي، كنت سأطلب إذنا فعلا، لكن وجدت حينها سيرة وطلبت مني ألا أزعجك لأنك تعانين من الصداع، لهذا طلبت أن تخبرك بنفسها عمتي. هذا ليس عذرا، الإذن أعطيه أنا في هذا البيت ولا أحد سواي، لا أحد، تفهمين؟ نعم عمتي. اصعدي إلى غرفتك ولا تخرجي حتى أسمح لك. استأذن. لويزا، إلى أين ذهبت هذه الفتاة كي تقضي هكذا؟ أخبريني. أعذرني، ولكني أخذتها إلى المستشفى كي ترى السيد أنطونيو. ليس عدلا أن تؤنبيها لهذا السبب لويزا، أرجوك. لم يطلب أحد رأيك كارلوس، وأنت ألفريدو، لا أريدك أن تسمح لنفسك بإخراج غوادالوبي من هذا المنزل، عليها أن تبقى هنا وأنت تعرف ذلك جيدا. حسنا، سوف نصل إلى اتفاق. أريد جميع من في المنزل أن يتعاونوا معي، ليس عائلتي وحدها، بل خصوصا أنت ألفريدو. ولكن لم أتوقع أن تنزعجي لأني أخذت غوادالوبي إلى المستشفى. لويزا، لويزا حبيبتي، يتعلق الأمر بأنطونيو، تعرفين مدى الاحترام الذي تكونه له. لا داعي لأن تشعر بالحنان تجاه أحد هنا كارلوس، أريدها أن تشعر بالمأساة، أن تشعر بمأساة تقرر بعدها الرحيل والاختفاء، هذا واضح؟ نعم حبيبتي. جيد، أستأذنكم. ماذا يحدث؟ كيف حال سيدتي؟ بخير شكرا. سيدي، مساء الخير. عدنا لنلتقي. فعلا هاري، تتوالى الصدف، لقد التقينا مرتين في يوم واحد بعد غياب طويل. فعلا، لكن هذه المرة ليس بعامل الصدفة، للأسف أتيت في زيارة رسمية كشرطي. ما روعة الزهور التي أهداني إياها، كل شيء كان رائعا، كان فقط
فقط يريد أن يبقى معي، لم يهتم أبدا بعيوبي. كم كنت أتمنى لو أنكما هنا كي تتقاسما هذه السعادة التي تشبه الأحلام. اسمعي ماما، اليوم شعرت بنظراته تحيط بي كأنه كان يريد الوصول إلى أعماقي، كأنه يحبني. وليس هذا خيالا بل حقيقة، وهذه الحقيقة هي أفضل من كل أحلام مجتمعة. أنا الآن أشعر فعلا بأنه رجل حياتي. أنا متأكدة حياتي كلها ستكون بجانبه. أعرف. يا لهذه السعادة والدتي، يا للسعادة. لا أفهم ما تعني. تأكد أن هذه عائلة شريفة وليست متورطة بما هو غير قانوني. لم أقل ذلك سيدتي، أتيت لأطرح بعض الأسئلة. ماذا تريد أن تعرف؟ من تريد أن تسأل؟ هل تقصدني بشكل خاص؟ إن كان الأمر هكذا بعد إذن السيدة نستطيع أن نتحدث على انفراد. لا، لم أتي إلى هنا لأتحدث معك، بل أريد التحدث مع غوادالوبي سانتوس. عفوا، كان يجب أن أقول سامبرانو، أعني قريبتك، وهي ابنة أخيك إسكيل سامبرانو. حسنا، وما الذي تريده منها؟ لأني متأكدة أنها لا تعرف شيئا أبدا. ربما تعرف شيئا، شيئا يمكن أن يوضح الحادث المؤسف الذي تعرض له السيد إنفانتي. هي؟ حبيبتي من فضلك، يجب أن نسمح للمفتش بأن يتحدث مع غوادالوبي كي يتخلص من الشكوك. فيوليتا؟ نعم سيدتي. أحضري غوادالوبي. حاضر. أخبريها بأن تأتي في الحال، لا أريدها أن تتأخر. في الحال، أستأذنكم. لا أفهم، لا أفهم ما الذي يمكن أن يربط غوادالوبي بالمجرمين الذين هاجموا أنطونيو. سيدتي ربما بإمكانها أن تعرفهم. ترى هل تعرفهم الشرطة؟ فعلا، لقد أمسكنا بالفاعلين، وربما بمساعدة هذه الفتاة قد نوضح حادث إنفانتي ونقفل الملف نهائيا. أنطونيو نجا من الموت، لكن الرجل الذي كان معه لم يكن محظوظا. موت ذلك الرجل الآخر هو الذي عقد الأمور. سيدتي، هاري هو مفتش ناجح، إنه موهوب وعنيد وسريع البديهة، وأنا متأكد إذا أراد سيصل إلى عمق الموضوع. ها قد وصلت، تعالي اقتربي يا ابنتي. أرسلتم في طلبي؟ نعم. أنت إذن غوادالوبي سانتوس؟ نعم أنا. اسمعي غوادالوبي، لا داعي للخوف، السيد هو مفتش يريد أن يطرح عليك بعض الأسئلة. أسئلة؟ لكن تعال يا ابنتي اجلسي. من فضلك. اسمعي، أريد أن أعرف فقط إن كنت تعرفين أحد هذين الرجلين. انظري. هل سبق أن رأيتهما من قبل؟ هل تذكرينهما؟ نعم، هما اللذان اعتديا على كاتشيتا وعلي. هل أنت متأكدة تماما؟ نعم متأكدة تماما، لن أنسى هذه الملامح يوما، أعرفهما متأكدة. شكرا، المعلومات ستفيدنا كثيرا. لا أفهم كيف حصلت على المعلومات. لا أنا ولا كاتشيتا أعلن عن ذلك للشرطة. أعرف، لكن السيد أنطونيو أبلغني عن الحادثة، واكتشفنا بعدها أن هذين الرجلين هما اللذان اعتديا عليه. هناك علاقة أكيدة بين الحادثتين.
حقا تعتقد؟ صار أمرا واقعا. اللذان هجماكي هما اللذان اعتديا على إنفانتي. أرنستو غونزاليس الملقب بالهندي الذي هرب، والآخر هو روبرتو جابرييليس المعروف بكوتشيفيو، وقد توفي في مواجهة مع الشرطة عندما ذهبنا لإلقاء القبض عليه. وبالتالي مات أحدهما حتى الآن؟ فعلا سيدتي. بالمناسبة قبل أن يموت تحدث، نعلم أن أحدا دفع للرجلين ليقوما بهذه الجرائم. هناك مزيد من المتورطين. قالته السيدة لويزا؟ لا شيء، الشرطة لم تشأ التحدث معها بل معي. أعطاني صورتين كي أرى إن كنت أعرف صاحبيهما. وبعد؟ طبعا عرفتهما، إنهما الشابان اللذان هجماني أنا وكاتشيتا إدلميرا. يا إلهي، غير معقول. هذا ما حدث فعلا، أي صدفة. لاحظي أنهما الرجلان اللذان هاجما السيد أنطونيو، وكأن أحدا دفع لهما. هكذا فعلا إدلميرا، والشرطي يعتقد أن الحادثين ما تعرض سيد أنطونيو له وأنا كانا بأوامر من الشخص ذاته. عمل جنوني. السيدة لويزا شريرة، تحمل الشيطان في قلبها. لا، باسم عذراء غوادالوبي لا تقولي هذا إدلميرا. إدلميرا، ما بك؟ ماذا؟ بقيت هكذا وكأنك شبح. بما تفكرين؟ هل تظنين أن الشرطية على حق فعلا؟ لا أدري، هذا محتمل، ولكن ذلك غريب. بما يرغب شخص بعمل كهذا؟ طبعا أفهم أن سيد أنطونيو شخصية هامة جدا، ولكن أنا، لما أنا إدلميرا وأنا لست أحدا؟ إن كان المجرمان نفسيهما أظن أنها مصادفة لا أكثر. آه يا ابنتي، أصرحك بأني قلقة جدا عليك. لماذا؟ لأنهم مجرمون. لا تخافي إدلميرا، لا تخافي. اسمعي، لا يمكن أن يفعلوا شيئا، حتى أن أحدهما مات، والآخر أظنه أصبح بعيدا جدا من هنا. على كل حال غوادالوبي، ربما تكونين أفضل في مكان آخر. المنزل ليس أمينا بالنسبة لك. لا إدلميرا، لن يتمكن أحد من إيذائي، لا أنا ولا أحد من أفراد العائلة، لأن عمتي ستدافع عنا كلنا. لوبي عجوزتي الحنونة، لا تحزني، عمتي لويزا قوية جدا ولابد أن تدافع عني. لا أشعر بالخوف من هذا الشرطي ولا من غيره. يبدو أنك لا تعرفني جيدا بعد ألفريدو. لويزا، صدقيني، أرى أن الوضع يزداد خطورة شيئا فشيئا. أنا أعرف هاري جيدا ومن سنوات طويلة، إنه ممن يصلون إلى عمق الأمور، ولكنه هذه المرة لن يصل إلى أي مكان. هناك رجل مات سيدتي، لا تنسي. وماذا؟ هناك أموات كل يوم. المهم كان الحصول على مفاتيح أنطونيو، صح؟ وحصلنا عليها. صحيح، ولكنها للأسف لم تفدنا. لا تستهن بي ألفريدو، لا تعاود ارتكاب هذا الخطأ، وأنت الآن تلعب بالنار. لم أفهمك لويزا، ما الذي تريدين قوله؟
أعطيتك المفاتيح التي سببت لي الكثير من المتاعب، لكنك خذلتني. في علاقة أنطونيو كانت مفاتيح طاولة مكتبه ومفاتيح أرشيفه ومكتبه. أنت خدعتني ألفريدو، ولماذا؟ لا أعرف ماذا تعنين لويزا. أعطني المفاتيح. ليست معي. أين هي؟ تعرفين أني رميتها في المهملات. طلبت بنفسك أن أتخلص منها بأقصى سرعة. كان يجب أن أذهب بنفسي لأجربها، لأن هذه كانت المفاتيح الصحيحة. من قال ذلك؟ كارلوس، كان في مكتب إنفانتي. ولم ذهب؟ زوجي الذي كالمعتاد يفعل تحديدا ما لا يعنيه ويقوم بدور المفتش، توصل إلى خلاصة مفادها أن الهجوم استهدف أنطونيو لأخذ المفاتيح منه. خلاصته مصيبة بالتأكيد سيدتي. ولكنك لم تجب على سؤالي ألفريدو، ماذا فعلت ولماذا تكذب علي؟ قلت إن المفاتيح لم تنفع، كان يجب عليك أن تفتح الخزائن بها. ولماذا أنت متأكدة أنها مفاتيح الخزائن لويزا؟ مونيك سكرتيرة أنطونيو أبلغت كارلوس. هذا جميل. مونيك، إذا مونيك مخطئة أيضا. لا أظن. ما الذي تظنينه إذن؟ أظنك أصبت بالجبن. أظنك لم تذهب إلى هناك بالأمس. حسنا، على أي حال لا تعرفينني جيدا. بل أعرفك، أنت إنسان جريء ألفريدو، أثبتت ذلك في مناسبات عدة، ولكن تأثرت كثيرا لما حدث مع أنطونيو، وحذرتني أنك لا تريد التورط في جريمة من هذا النوع، ولهذا أستنتج أنك فضلت خداعي كي تنجو بنفسك من الموضوع. لويزا، لا أريد أن أبدد ثقتك، لأني كنت أقدرك حتى الآن. لا، لا أنوي التخلي عن خدماتك لأنك خذلتني هذه المرة. كل ما أريده هو فقط معرفة الحقيقة. لقد أبلغتك بالحقيقة، كنت بالأمس في مكتب السيد إنفانتي، ولكن لم أستطع فتح درج مكتبه ولا الأرشيف. المفاتيح يا سيدتي لم تنفعني. ربما كان لدى السيد أنطونيو مفاتيح أخرى أو علاقة أخرى، واحدة لبيته وأخرى لمكتبه، لا أدري. لا، لا يبدو ذلك منطقيا ألفريدو. فليكن، لا أملك توضيحات أخرى. أحدثك بصراحة، حدث كل شيء كما أخبرتك. تمكنت من الدخول إلى مكتب السيد إنفانتي بدون مشكلة. للأسف الشديد كان من المستحيل أن أعثر على تلك الوصية وأمسكها بين يدي وأقرأها كما سبق أن اتفقنا معا. متأسف سيدتي، يؤسفني جدا ألا أتمكن حينها من معرفة ما تحتويه الوصية. متأسف سيدتي. إذا حدث أن أراد أخي في اللحظة الأخيرة أن يميل نحو تلك الفتاة ويضع الوصية لصالحها، تصور. والآن إلى أن يتحسن أنطونيو ويقرأ الوصية سأعيش في دوامة. اسمعي، لا أرى ضرورة لأن تهتمي بهذا الموضوع، ولو كنت مكانك لما شعرت بالقلق. السيد إسكيال يستحيل أن يترك لهذه الفتاة شيئا يستحق العناء. تظن ذلك؟ حتى أنه لم يتعرف بها ولم يكن لديه فكرة أي نوع من العامة هي ابنته. كيف يكتب وصية لصالحها وهو لا يعرف إن كان الأمر يتعلق بطائشة تبذر ثروتها في اللهو والمرح؟ تصوري، أهذا منطقي سيدتي؟ كما أنه بما أنك الشخص الوحيد الذي قدم خبرته وساعده على الثراء وإدارة أعمال مؤسسته، وبما أنك شقيقته العزيزة جدا وأيضا شقيقته الوحيدة التي كان مدينا لها، كيف تظنين أن إسكيال سيكتب وصية لصالح امرأة مجهولة؟ لا، من فضلك. صحيح، ولكن
تلك المجهولة كما تسميها أرسل في طلبها لحظة موته تماما، طلب أن يبحث عنها وأدخلها بيتا ألفريدو. فعل هذا كي يريح ضميره سيدتي، لمجرد أن يسكت شعوره بالندم وأن يبقى متصالحا بذلك مع السماء. أما أن يترك لها الجزء الأكبر من ثروته الضخمة فهذا مستحيل سيدتي، أنا على الأقل لن أصدق ذلك. ربما يا إلهي، لا أدري، لو أني أقتنع تماما كما تفعل أنت. اسمعي نصيحتي سيدتي، يجب أن تهدئي. ربما كان السيد أسكيل قد ترك لها بعض النقود كي يفرحها لا أكثر، ولو كان المبلغ صغيرا تصوري ما سيعنيه لها، سيكون بمثابة ثروة، لكنه لا يساوي شيئا مقابل ما ستحصلين عليه، لا شيء أبدا. صحيح صحيح، طبعا سيكون قليلا جدا، خصوصا إن كان ثمن إبعادها عن بيتي. مؤكد لويزا، اهدأ الآن، اهدأ سيدتي، سوف ترين أن تلك الوصية عندما تعلن ستكون تركة في حجمها الإجمالي بين يديك، وستكونين أنت الوريثة. Hoy te vas a encontrar con tu enamorado. Ha llegado el momento, el que mucho deseaste y que tanto has llamado. Es tu día feliz, todo el mundo en la casa sin quererlo ha notado. Has estado contento. Hay un brillo en tus ojos, todo el día has cantado. Es tu día feliz, tu pequeño reloj, cuántas veces miraste. Has pasado las horas mirándote al espejo, tratando de arreglarte. Has entrado en tu cuarto y al mirar su retrato hasta un beso le has dado. Y al salir de la casa no ha quedado un vestido que no te hayas probado. Y el de entrar con la flor en la mano. غوادالوبي، ماذا هناك فيوليتا؟ يطلبونني؟ لا، أتيتك بهذا، إنه لأزهارك. شكرا لك، عثرت على هذه المزهرية. طبعا أعرف أنها عادية وليست كالتي معك، لكن خذي هذه، إنها جميلة ولكنها لا تعجب أحدا. وصلت هدية للسيدة لويزا في الميلاد، استعمليها أنت. لا فيوليتا لا، وإذا سألت عمتي لويزا عنها ربما لا يعجبها أن تبقى معي. لا لا، حتى أنها لا تتذكر وجودها، كما أن ظهورك ستكون أجمل فيها. حسنا قبلت، أحضريها، سأضعها بنفسي. لنرى لنرى. لا لا، ليس هكذا، فنضعها واحدة واحدة. لا لا، تقلقي بشأنها. لا فيوليتا لا. يا إلهي، تحطمت بالكامل. متأسفة ولكن أنا غوادالوبي. عمتي تحطمت؟ من تجرأ على استعمالها؟ هذه أنت فيوليتا؟ سيدتي أنا. كنت أنت إذن لسه، كنت ستسرقينها. لماذا تسكتين؟ أجيبي، كنت أنت، أعرف ذلك، والأسوأ أنك حطمتها. لا لا عمتي، لم تكن هي. ماذا؟ لم تكن فيوليتا المذنبة عمتي، بل أنا.
الذي تقولينه؟ هل تتجرئين؟ ظننت أني أستطيع استعمال المزهرية لورودي وأن هذا لن يزعجك. أيتها البائسة، منذ أن وصلت إلى هنا لم تأتي سوى بالمشاكل. أنت أشبه بوالدتك، مجرد جاهلة عديمة الحياء. لا سيدتي، ليس هذا، لن أسمح لك بالتحدث عن والدتي. كانت طاهرة. طاهرة؟ تلك الهندية طاهرة؟ كانت عديمة الأخلاق، تجرأت على إهانة العائلة بعيشها مع أخي إسكيل، وهذا سمح لها بالسيطرة عليه، وفي نهاية حياته شعر بالضعف أيضا تجاهك. أما أنا فلا لست شبيهة بأخي، أتفهمين؟ إن لم تقبلي بسلطتي وإن لم تطيعي أوامري وإذا تماديت في التمرد علي سأطردك من هذا البيت، أتفهمين ذلك جيدا؟ والآن اجمعي هذه الأزهار البشعة عن الأرض، هيا. لا تفعلي وضيعة مثلك. من فضلك أردت أن أراك هكذا تماما، وهكذا أريد أن تبقي دائما أمامي راكعة، لا تنسي ذلك. ورودي نجت بغالبيتها. غوادالوبي انظري ماذا جرى، انظري. اسمعي، غدا سأجلب لك أجمل منها، أوكي؟ لا لا تهتمي، بالنسبة لي هذه الورود هي الأجمل والأثمن. غوادالوبي اعذريني، اعذريني غوادالوبي، كان يجب أن أخبرها بالحقيقة. لا تقلقي، أحسنت عملا بالسكوت فيوليتا، معك ربما كانت تصرفت بقسوة أكبر، من يدري ربما كانت طردتك من المنزل. أما أنا فلا، على أي حال تعتبر قريبتي، وأنا أعرف أن عمتي لويزا في أعماقها تحبني ولو كان قليلا. أنت لا تعرفين ماما، لن تسمح لي. كفى دانييلا، من فضلك لا داعي لأن تعرف بالأمر، كما أن الحفلة في منزل فريدي. والحفلة يا صديقتي سوف تكون رائعة. أعرف ذلك، إنما لا. ما الذي يحدث هنا؟ ما هي المشكلة؟ أبدا يا عزيزي، فقط دانييلا لا تريد الذهاب لأنها تشعر بالخوف من ماما. لا دانييلا، انسى الماما اليوم، سوف نقضي أوقاتا سعيدة. أوكي؟ لا أستعيد هدوئي من إزعاج سببته تلك العرجاء الخبيثة حتى يصدر منها الأسوأ، والآن أخذت مزهرية ثمينة كي تضع فيها زهورا وكسرتها. أية واحدة؟ واحدة وصلتني هدية من أليسا، مقرفة جدا. ولكن لويزا، إن كانت لا تعجبك فلماذا أنت منزعجة؟ إن أمسك بها وكسرتها أخبريني. منزعجة وكثيرا، تصرفاتها التي تهمني كارلوس، الهندية التي تعتقد أنها من العائلة. وهي كذلك، إنها ابنة إسكيل صح؟ لا ليست شيئا كارلوس، إنها محتالة كما كانت أمها، سوف أضعها في مكانها سترى. لويزا من فضلك كفي عن الشجار، ارتدي ملابسك، سنزور أنطونيو في المستشفى. أعرف ذلك، لكنني لا أشعر برغبة، أفضل البقاء هنا. وإذا بقيت لابد أن تعثري على سبب للشجار مع غوادالوبي، لأنك متسلطة على تلك الفتاة، وأعرف أنك لن تشعري بالهدوء إلى أن تطرديها من المنزل، أعرفك. السيدة لويزا تريد من غوادالوبي أن ترحل، حتى أنت تساعدينها على ذلك. من أين تأتين بهذه الأفكار يا ابنتي؟ لا تنفي ذلك ماما، أعرف هذا جيدا، سمعتك بنفسي تقولين ذلك وتبكين لأنك ستخونين غوادالوبي بسبب أنا. فيوليتا يا ابنتي، تقبلين بذلك كي أستطيع دراسة ماما، هذا هو الشرط الذي وضعته السيدة لويزا لتدفع لي مقابل دراستي، وليس هذا تصرفا سليما ماما. فيوليتا أنت ابنتي وأنت أكثر ما أحب في هذا الكون، وأريدك أن تكوني سعيدة وأن تتمتعي بالفرص التي لم أحصل عليها يوما.
لا أريدك أن تبقي خادمة مثلي. كافحت كثيرا كي تكوني مختلفة وكي تتقدمي لتصبحي أحد. لأجلك أنا مستعدة لكل التضحيات. حتى ولو أسأت لإنسان طيب بريء؟ لا ماما لا، غوادالوبي هي البريئة الوحيدة في هذا المنزل، يجب أن ندافع عنها. ماما لن أتعلم، سأكتفي بأن أكون خادمة لبقية حياتي، ولكن لن أسمح لأحد بأن يسبب الأذى لغوادالوبي. لا.